نرجع لنرحب بكل مشاهدي تلفزيون جديد وين ما كنتوا عم تتابعونا لليوم السبت، وبوصل لفقره من جوا وبرا، وبتنضم لي بهيدي الفقره دكتور جوانا فرانسيس، اختصاصيه بالجلد والتجميل. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. اليوم فاس افاس انا وياك عن جد، ما ثاقبت ولا مره. 100%. اليوم رح نحكي عن الاكني، رح نحكي عن الحبوب اللي بتطلع بال تحت الماسك. أوكي. هلا اكثر شيء لانه خصوصي هلا رجعت الموجه تبع هي اصلا محيطها وقفت، بس الكوفيد هلا رجع اكثر، في تدابير الواحد لازم ياخذها، وخصوصا كمان التينيجرز او البنات او الشباب اللي رجعوا فاتوا على المدارس كل الوقت عم بيكون في الماسك من الصبح للعشيه. فهذا الشيء بيزيد الاكني، الماسك بيزيد الاكني، اكيد بيزيد الاكني اذا حدا اصلا يعني بعمر المراهقه بيكون يعني بيطلع له حبه بهيدي الفتره يعني. لانه الهرمونز عم تتغير والجسم عم يتغير، بصير في هول الاكني بالوجه، او ببلشوا هن اول شيء مثل رؤوس سوداء تحت الجلد، بنصير نحس انه جلده منا مالسه، كانه في مثل حبوب تحتها، وبعدين بنصير نشوف رؤوس سوداء هيك مثل حبوب راس اسود، ايام بنشوف حبوب راسهم اصفر، بيكون هون بلش يصير في التهاب، لانه اجمالا بس يكون في رؤوس سوداء، حتى ايام بيكون في رؤوس بيضاء تحت الجلده. اذا بدك فينا نحكي عن الفرق بيناتهم، بيعبوا تحت الجلد بصيروا يطلعوا شوي شوي، وبصير في لانه عم نلبس ماسك فتره كثير طويله، بصير الزيت البشره تبعنا تفرز زيت اكثر واكثر، بصيروا يسكروا المسام، وبالتالي بصير عندنا التهاب. بس يصير عندنا التهاب بصير عندنا مشكله انه بتصير حبه ترجع تطلع يا محلها، يا بتصير تنتقل وتصير تطلع بكذا محل ثاني. وهون اذا ما بنوقف العمليه بطريقه سريعه، في تدابير لازم ناخذها، هون بنصير انه إذا منترك حالنا إجمالا بيمتد هذا الموضوع بالوجه، وبس نبلش نعالجه بنكون صرنا بمرحلة شوي متقدمة، بصير أصعب العلاج وأطول. وكمان بيصير يعني بيأثر كمان على الصحة النفسية تبع المراهق الشاب أو الصبية. يعني حضرتك كنت عم تقولي إنه هي عملية تغيير هرمونات خاصة بعمر المراهقة، كمان ممكن يكون لها علاقة بطبيعة الأكل بالنظام الغذائي؟ هلا أكيد في يعني دراسات بعد ما أكدت 100%، بس أكيد في علاقه بين كثره، اذا حدا بياكل كثير مقالي قصص حاميه، اذا بياكل كثير قصص فيها سكر، حتى في دراسات بتقول انه يمكن الالبان والاجبان كثرتهم تاثر كمان على البشره، في كثير تناقضات بهذا الموضوع، بس اكيد اللي نحن مأكدين منه انه لازم بس يكون واحد بهيدي الفتره، خصوصا اذا كان حدا عم بيصير عنده زياده وزن فيها تاثر كمان انه يطلع حبوب بالوجه، كمان اذا حدا جهازه الهضمي، اذا حدا عنده constipation كتم معدة، إذا في كتير يعني كمان عملية هضمية، إذا واحد عم يأكل بطريقة المعدة عم تكون مزعوجة كمان بيأثر يعني على البشرة. فمش هيك نحن نقول إنه كتير مهم إنه واحد يعيش يعني يقدر شوي يكون healthy lifestyle، يعني ما يقدر يبعد شوي عن قصص المقالي واللي فيها كتير سكر، بس كمان الواحد بده يكون بالانس، يعني ما بدنا نعمل كمان عقدة للمراهقة. كنت عم تقولي دكتور إنه في فرق بين اللي الحبوب يلي بالوجه اللي هي بيكون الرؤوس تبعها سوداء او بيضاء، مين الاذى خليني اقول للبشره؟ هلا هن اثنيناتهم اجمالا بيأدوا انه لانزعاج، وبيأدوا انه يعملوا حبوب وهيك، بس هو الفرق بيناتهم انه الرؤوس السوداء بتكون بلشت صارت على سطح البشره. أوكي. وصارت اكسبوز او صارت موجوده دغري، يعني بتعمل مثل اذا بدك اوكسيديشن من الجو، بتصير راسها اسود، سو هي اصلا بتكون بيضاء. أوكي. هي بتكون يعني الجلد بيكون عم يفرزها، بتكون عم تعبي بقلب المسام تحت الجلده، بنشوفها نحن راس ابيض. هلا اجمالا في رؤوس بيضاء بتروح لحالها، في رؤوس بيضاء بتلتهب، في رؤوس بيضاء بدها كثير وقت تتروح، فينا نشيلهم يعني عند حدا مختص اذا هيدا، بس اهم شيء واحد ينتبه عم يبدو يشيلهم تما نعمل نجرح البو يعني، ونعمل دامج او نعمل يعني ناذي البشره، بصير كانه يعلم محلها. والرؤوس السوداء كمان بتنشال بطريقه احيانا، بس بليز مش يعني خصوصا بفقون بالبيت، يعني هيدي شغله، هيدي الكلمه ثقيله، بس هي هيك بصير الواحد عم نبش عليها يعني. على الكلمه ايه مزبوط، وهيدي شغله كمان خصوصا اذا حدا ستريسي وعنده فحوصات وكذا بفتره المراهقه، بصيروا يرتاحوا بس يشيلوها، يعني خصوصا البنات مثلا او هيك، بيكون بيستحي الواحد بس يشوف شيء حبه او كذا على وجهه، بصير هو يتصرف من عنده، وبالتالي هذا الشيء بيؤدي انه اول شيء تعلم محلها، بنصير نتطلع
بتطلع بنشوف دبغه كانه غامقه وسوداء وبتطول كثير لحتى تروح، يمكن على زغر اذا واحد بسرعه لبى وهيك دغري يعني بيمشي الحال، لانه بتكون بعد الجلده بمرحله عم يكبر الشخص، عم تجدد حاله وهيك. هون بس بدي اعلق على شغله دكتور، في اهالي في امهات اكثر شيء لانه هي الام بتنتبه يمكن اكثر على هالتفاصيل، يمكن بتخاف انه تاخذ بنتها عند طبيب جلده بهيدا العمر بعمر 14 15 لانه بتقول انه بعد ما اكتمل الجسم وبدنا ننطر ل 18، دونك هي بتصير تاخر. هيدي شيء ايجابي ام سلبي؟ هيدا انا بنظري بعتبره شيء سلبي. ليه؟ لانه خصوصا انه هي عم تاخده عن طبيب جلد، يعني طبيب الجلد بيعرف شو وين يعمل لها اورينتيشن للام، يعني يا بيقول لها فينا ننطر بيروحوا لحالهم، يا يمكن يشوف انه السبب هو هرمونز معينه الهرمونات، يمكن حدا عنده بوليسيستيك اوفري يعني في كيس على المبيض بيقدر يخصوصي. بس نبلش نشوف كمان انه عم بيطلع شعر بمحل معين، محلات الفتيات هيدا ضروري انه نستشير، ما نترك الولد او الفتاة لعمر متقدم، لانه ايام عن جد في كثير ناس بتحسي في سكارز بوجههم مثل جوار. صحيح. هولي بس لانه ما كان في وعي معين عند الاميات او عند الاباء انه ياخذوا اولادهم عبكير عند الحكمه. وفي كثير ناس بتخاف، انه بتقول لك انا بخاف ما بدي اعطيها حبوب، في كثير قصص ببلشوا بالحبوب من عمر 13 14. لا في في يمكن ايام بيحتاج انه الطبيب يبلش. انا اجمالا بقول انه اذا فينا نقدر نقله للطبيب انه يبلش شوي في كثير كريمات بتنفع قبل ما نوصل للحبوب. ما اجمالا حتى بالوقت بدك تشوفي كيف بتعملي العلاج بيقولوا لك بتبلشي اول شيء بالكريمات، عم نحكي الكريمات اكيد مش الكوزمتيك والقصص يعني اللي بتلاقيها يمكن بالسوبر ماركت، يعني اللي بتاخذ من الفارماسي تكون طبيه. هول القصص بيكونوا عن جد فعاله، بتقدر مزبوط تفوت على القلب الجلدي وعن جد تعطي مفعول، بس اكيد بدها تستعمل بطريقه صح وتستعمل يكون حدا تحت اشراف طبيب. خلينا نقول لانه اوقات كمان الاهل بيصيروا هن يعني نحن بنفهم نحن بنعرف نحن لا اكيد وبدي اقول شيء بس فينا على طول يعني نستشير كمان، يعني في قصص ما بدها، يمكن في ناس ما قادره تروح عند طبيب جلد، في كمان الصيدلي فيه لانه بيعرف فينا نفوت نسال اذا حدا نحن بنوثق فيه، نسال مثلا بدنا كريم مرطب، بدنا كريم هيدا بيزبط لهالعمر معين، وفي كثير قصص يعني بنعرف نحن شو الكريمز هيدا بيسوى من هيدا العمر لهيدا العمر، هيدا ما بيسوى، هيدا بيسوى الفتيات، هيدا لا، فبيكون في اورينتيشن اوريدي. وبس اهم شيء انه نستعمله بطريقه صح، وبس كون عم نستعمل قصص تتنشف البشره ضروري انه نحط واقي شمس حتى لو بالشتاء. اوكي هيدي شغله كمان مهمه. هلا العالم اللي ما انا قادره مثلا بهيدي الفتره عم يطلع لها شويه حبوب وما انا قادره انه تقدر تشتري هالقصص، بنعمل قصص بالبيت، بنعمل يعني قصص بالبيت. بدي احكي عن زيت شجره الشاي او تي تري اويل. أوكي. اللي هو بتلاقوه كمان بمحلات اللي ببيعوا زيوت و عطور شجرة وهيك. زيت شو؟ زيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي. تي تري اويل. هيدا عن جد فينا نقرا عنه كثير، عنده منافع، بيساعد بالاكناء بالحبوب، بيساعد حتى بالتزييت، بيساعد بهر الشعر، بيساعد ايه. هلا شو الفكرة بالخلطات اللي بتعمليها؟ للوج بس بدك تحطيه، فيك تخلطيه مع مثلا مع لبن. أوكي. اللي هو في بقلبه لاكتيك اسيد. كم نقطة زيت شاي؟ اهم شيء انه حطيت ملعقتين لبن، بدي احط بس 1 دروب يعني نقطه او قطره او يعني نقطه او نقطتين من زيت شجره الشاي، ما فينا نحطه لحاله على البشره لانه بيضايق وبيحرق. أوكي. ضروري انه نخلطه بشيء، اذا بشره جافه فينا نخلطه بزيت الكوكونات، زيت جوز الهند، فينا نخلطه بزيت كمان اللوز عنده، يعني فينا نخلط بهالطريقه، بس مثل ما قلنا انه كل ملعقتين بدنا نكسو بدنا نحط نقطه او نقطتين من وبينحط على الوجه بنحط على الوجه. انا بفضل انه بعد على منطقه العيون، لو منطقه العيون نحن بنعرف انه كثير حساسه، يعني هذه الجلده هون 4 مرات ارفع من الجلده الباقي الوجه. فينا نحطه اذا عم نستعمل ماسك لمده 10 دقائق. هلا على طول انا بقول انه كل شيء بدنا نعمله بالبيت ضروري انه نجربه على بشرتنا قبل ما نحطه ونمده على وجهنا، لانه في كثير ناس بتعمل حساسيه. صحيح. ففينا نجرب على هيدي المنطقه مثلا، بنحط نتفه، اذا حسينا نتركها 5 دقائق، اذا حسينا انه بشرتنا ما عم
عملت ولا ردت فعل وبالعكس عادي فينا نحطه على الوجه. بنعمله هيدا المرة بالجمعة أو مرتين بالجمعة خصوصا إذا نحن عم نحط ماسك. وكتير مهم أنه بس كنا عم نحط ماسك نغسل وجهنا كل ليلة، كتير ضروري تنشيل الزيوت. بفضل أنه نستعمل شيء في بقلبه ساليسيليك أسيد لأنه موجودين فيكم تسألوا عنهم، لأنه بيشيل الزيت وبينظف المسام. اوكي. وكمان فيري سيف، يعني ما عنده عوارض جانبيه، ففينا اكيد اكيد نستشير الطبيب تبعنا. وهيدي شغله كمان فيهم يستعملوها. بس يعني انا بدي اعرف من وين بدنا نجيب هيدا الزيت. انا خلص كثير تحمست على هيدا، حبيت فكره في البيت. يعني بتلاقيه بالفارماسيز وبتلاقيه كمان بمحلات البيع. بدنا نحن نرجع نذكر للاشخاص يلي بحبوا انه يعملوا ماسك لهم بالبيت، يحافظوا على البشره تبعيتهم، بيقدروا يحطوا ملعقتين لبن مع نقطه من زيت او نقطتين من زيت شجرة الشاي تي تري اول. رح تاخذ معي 3 ايام لاحفظها. هلا ببعثك اللينك. اوكي. وهيدي على فكره شغله دكتور كثير منيحه، يعني اليوم العالم عم بتحب القصص اللي معموله بالبيت، عم تلاقيها يمكن بتشبهها اكثر، عم تلاقي انه يمكن ما بتوجع الراس. احيانا لهلا خصوصا مع الوضع اللي قاطعين فيه، ف يعني والاسعار اللي صارت كثير غاليه شوي بنتفهم، ذاتس واي عم نجرب قد ما فينا انه نعطي نلاقي حلول ثانيه وبديله للعالم اللي بتحب تهتم بحالها وبالبو تبعها وبوجهها. شكرا كثير دكتور جوانا فرانسيس، انبسطنا كثير بكل المعلومات يلي اعطيتينا اياها. اهلا وسهلا فيك. اما هلا مشاهدينا فمنروح لاليومنا.